السلام عليكم ورحمة الله. طلبتي الأعزاء، الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن stability of feedback control system، واتفقنا انه السيستم بتاعنا دوت هيكون stable system، بمعنى انه الاوتبوت هيكون bounded within certain limit. لازم الجذور بتاعة المقام بتاع closed loop transfer function تكون كلها ناحية ال left hand side، لازم ال real part بتاعها يكون بالذات. لو قدرت تجيب الجذور ده حاجة كويسة جدا، لو ما قدرتش ممكن استخدم الراوث علشان اجيب اماكن الجذور تكون مكانها فين، بصرف يعني تكون واقعة في ال left hand side ولا في right hand side، بصرف النظر عن قيم الجذر نفسه، قيمة الجذر نفسه. لكن لاحظنا واحنا بنشتغل في السيدي ستيت انه السيستم اذا كان من الدرجة الثالثة فانه الاوتبوت ما بيوصلش للانبوت. في فرق حصل في السيدي ستيت، يعني مثلا في المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، لما حطينا كيب نص فلاقينا انه الاوتبوت رايح تقريبا عند تولت، وبالتالي يعني الستيدي ستيت ايرور اللي هو الفرق بين الانبوت والاوتبوت تولتين، فده يعني مش معقول، يعني قيمة غير مسموح بيها. ولما حطينا الكيب واحد زي ما انت شفت كده ورسمنا الريسبونس فطلع عند نص، يعني الايرور بنص. يعني لو انت عاوز واحد، لو انت عاوز واحد هتاخد نص، فده معناه انه الايرور 50%، فده بالنسبة للكنترول سيستم يعني غير مقبول على الاطلاق. يعني هنشوف هنتصرف ازاي وهنشوف هنعدل ايه في السيستم علشان نقدر نكمبنسيت الستيدي ستيت ايرور دوت. لكن تعالوا دلوقتي نشوف ازاي انا احسب الايرور من غير ما اجيب السي. يعني هنا احنا جبنا السي اوف تي ورسمناه، فلما رسمناه وشفنا الستيدي ستيت فاليو طرحنا الار من السي فجبنا قيمه الايرور، لانه الايرور ده انا محتاج الريفرنس ار، انا عاوز الريفرنس ار، ها الديزايرد فاليو بتاعتي هي ار والاوتبوت هو سي، فالايرور يبقى الفرق بين الديزايرد وبين الاوتبوت. اتس اوكي. ف انا عاوز النهارده في الدرس بتاع النهارده بتاع الستيدي ستيت ايرور، انا فقط اولا مش عاوز احسب الايرور كله. يعني ايه؟ يعني عند تايم زيرو مثلا هنا الايرور كان بمية في المية R ناقص C، يعني واحد ناقص صفر بمية في المية. وبعدين هنا الايرور هو المسافة بين الاتنين دول، الايرور هنا المسافة بين الاتنين دول وانت ماشي مع الزمن. انا حتى في الدرس بتاع النهاردة ده انا مش عايز احسب الايرور من عند التايم زيرو لغاية الستيدي ستيت، لا انا عايز اوصل للقيمة النهائية للايرور كام. يعني خلي الداينامكس بتاعت السيستم تشتغل وتخلص براحتها، لكن في النهاية الايرور بكام هو ده اللي انا عاوز احسبه النهاردة. علشان احسب الكلام دوت تعالى نسميه بس الاول، انه الاي اوف تي ها هو الفرق بين الريفرنس ار وما بين الاوتبوت سي في التايم، في التايم دومين طبعا، ده هنا طالع لي في التايم دومين، اللابلاس ده بس كان مرحلة علشان انا اتخلص من الديفرنشال، لكن الايرور هو الفرق بين الريفرنس ار والاوتبوت سي. الستيدي ستيت ايرور اللي هو في الجزء النهائي لما السيستم يوصل للستيدي ستيت، ها لما التايم يزيد وزيادة التايم ما تفرقش معايا في الاوتبوت، ده هنسميه اي اس اس، الاي ستيدي ستيت. وده ماثيماتيكالي نقدر نقول ان هو بيساوي اي اوف تي لما تي تقول الى انفينيتي. انفينيتي يعني ايه؟ يعني لو السيتلنج تايم بتاعي ب 10 ثواني، انفينيتي دي يعني مثلا 20 ثانيه مثلا 15 ثانيه مثلا، بعد ما اوصل للستيدي ستيت او عند الستيدي ستيت حتى ممكن نقول ان هو ده تايم بانفينيتي، وهنسميه اي اوف انفينيتي، يعني تشيل تي وتحط انفينيتي. عشان انا احسب الكلام ده تعالوا نسترجع نظريه الانيشال فاليو الفاينل فاليو ثيوري اللي هي خدناها في السيستم دايناميك، واحنا قلنا انه الاي اس اس اللي هو اي اوف تي لما تي تقول لانفينيتي، وانا
مش عاوز اجيب السي اوف تي، ها، فانا عندي لابلاس دومين اوريدي وعندي ترانسفير فانكشن في اللابلاس دومين، فدي بتساوي ليميت اس في اي اوف اس لما الاس تقول لي الزيرو. يعني هنا كان تي يقول انفينيتي، هنا اس تقول الزيرو، بس اضرب في اس الاول. طيب ده معنى ان هو عاوز اي اوف اس. اي اوف اس في اليونيتي فيدباك، لو هو يونيتي فيدباك الاي اوف اس بتساوي ار ناقص سي، ماشي. لو اخدت ار عامل مشترك يبقى هنا واحد ناقص السي على الار، السي على الار دي اللي هي الترانسفير فانكشن، دي الاي اوف اس. وتطبق القانون اللي هو بتاع الفاينل فاليو ثيرم تجيب الاستيدي ستيت فاليو. الحقيقه انا هنا دي حاله خاصه انه الاتش بواحد، لكن لا يعني بلاش نشاور هنا ونقول ان الاي اوف اس بتساوي ار اوف اس ماينس سي اوف اس، ده القانون جنرال ما فيهاش مشكله. ولو اخدت ار عامل مشترك يطلع لي ترانسفير فانكشن ما فيهاش مشكله. فدي يعني دي هنا بالنسبه للقانون ده لا تشترط انه الاتش اوف اس تساوي واحد، بس هنشيل الشرطه دي. يبقى هنا دي جنرال بصرف النظر عن كان يونتي فيدباك او مش يونتي فيدباك، المساله اللي هنلعب عليها هي يونتي فيدباك، لكن الكلام دوت ان جنرال، التعريف ان جنرال سواء كان في اتش او ما كانش في اتش، كان اتش بواحد يعني. اوكي طيب، يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ القانون العام اي اس اس ليميت اس لما تقول الزيرو اس، اس لما تقول الزيرو اس في اي اوف اس. اي اوف اس بحسبه بالشكل ده ان هو ار ناقص سي، يعني الريفرنس الار اوف اس في واحد ناقص الترانسفير فانكشن. تعالوا نجرب. ادي ال r of s في واحد ناقص ترانسفير فانكشن، وادي الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم ده مثلا، فيبقى هو يونت ستيب يبقى واحد على s في واحد ناقص الكلام ده. طبعا هنا واحد يعني المقام نفسه، وهيبقى فوق في البسط كمان، فالمقام نفسه اهو نزل زي ما هو. وهنا ده هيبقى زي ده ناقص k، فالk تمشي مع k تبقى لك واحد في البسط، ففوق هيبقى في واحد وتحت هيبقى واحد المقام يعني. طب وبعدين الله، امال راحت فين الواحد على الاس دي؟ لما جيت اخد الاي اس اس ليميت اس لما تقول زيرو اس في اي اوف اس، فالاس اللي في القانون تطير الاس بتاعت الريفرنس فاليو بتاعت الستيب انبوت، فيتبقى لك انه المعادله دي تحط فيها اس بزيرو، اس بزيرو يبقى كل الترمات اللي فيها اس دي هتمشي، ويتبقى لك فوق واحد وتحت واحد زائد كي. فبالنسبة للمسألة دي لما جيت طبقت القانون العام الـ ESS هيساوي 1 على 1 زائد K، ماشي؟ أوكي. ده معناه إنه أنا لو جيت عوضت وجبت المسألة تاني اللي أنا حطيت هنا فيها الـ K هنا بواحد، وهنا كان الـ K بنص، وده القانون اللي أنا لسه أثبته هنا خلاص بالنسبة للمسألة دي، فلما تحط هنا بنص نص يبقى هنا هيبقى واحد ونص، يعني تلاتة على الاتنين المقلوب بتاعهم يبقى تلتين، فيبقى الايرور بتلتين. ايوة الحتة الزرقاء دي كلها انا واقف عند تلت، الحتة الزرقاء دي كلها تلتين، ايرور كبير جدا. بس هنا بالقانون ده انا قدرت احسب الايرور من غير ما ارسم الريسبونس، انا بس بعمل تشيك على القيمة، لكن انا دلوقتي اقدر احسب الايرور من غير ما ارسم الريسبونس سي اوف تي. ولو حطيت كي بواحد الايرور هيبقى واحد على واحد زائد واحد، يعني واحد على الاثنين، يعني بنص اهو، كل جزء ده طالع بكام؟ بنص. ده معناه انه بالنسبه للقانون ده كل ما كي الجين يزيد كل ما الايرور يقل، وده تخلي الواحد يطمع. ادي لما كان الكي بنص كان الايرور بتلتين، لما كان الكيب واحد كان الايرور بنص، فعلا الايرور بيقل، وبالتالي انا ممكن بقى احط الكيب مثلا ب 100، صح ولا ايه؟ ممكن احط الكيب 100، فلو ب 100 يبقى واحد على 100 تقريبا 101، يعني ايرور صغير جدا. بس هذا الكلام لا يجوز. ليه؟ لان انا لما جيت عملت تشيك على ستابيليتي للسيستم ده قال لي في المساله دي انه كي ماكسيمم هنا بخمسة، لو زدت عن خمسة هتبص تلاقي انه الاوتبوت بقى unbounded والسيستم بقى unstable، فانا لازم ازود كي في الحدود اللي يكون فيها السيستم stable.
تمام، وإلا القانون هيبقى خادع. يعني القانون ده في حالة ما إذا كان السيستم بتاعي stable. أوكي، الكلام إحنا طبقناه، شفنا الفكرة على مسألة الحقيقة، والمسألة دي ما كانتش general problem، دي مسألة من الدرجة الثالثة صحيح، لكن دي مش general. الجنرال فورم للترانسفير فانكشن للأوبن لوب، يعني ترانسفير فانكشن بتاعت الأوبن لوب بتاعت الجي اوف اس بتاعت السيستم، وهنا بقى في حالة خاصة انه الاتش بواحد ضروري، تكون بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ يعني مجموعة من الزيروز، جذور الباست هنسميها زيروز، زد واحد زد اتنين، يعني اس زائد واحد واتنين، اس زائد واحد في اس زائد اتنين في اس زائد مثلا، على مجموعة من البولز، جذور المقام هنسميها بولز. وبعدين هنا كمان في جذر عند الصفر. يعني ايه جذر؟ يعني المقام يساوي صفر، ايه القيم اللي عندها؟ المقام يساوي صفر. فهنا اس تساوي ماينس بي واحد، واس كمان تساوي ماينس بي اتنين، لكن هنا كمان في جذر عند اس تساوي صفر. يعني لو جيت سقطت الجذور على الاس بلين هتلاقي في هنا جذر عند اس يساوي صفر حسب ان. طبعا اذا ان دي كانت بزيرو فاس اس زيرو بواحد، وبالتالي كان ده كله مش موجود، ويبقى عندي جذور اخرى بس مش عند الصفر. يعني جذر عند سالب واحد، جذر عند سالب اتنين، جذر عند سالب تلاته، لكن مش عند اس يساوي صفر. ولذلك هنا اس ده لو موجود هيبقى اسمه جذر صفري، جذر عند الاس ايكوال تو زيرو. الان ده هنسميه سيستم تايب، وده تعريف جديد، ده تعريف جديد احنا ما شفناهوش. لو ان بزيرو مش هيبقى فيه هنا اس خالص مثلا، يعني هيبقى هنا كده حاجه زي كده، في جذور صحيح بس مش عند الصفر، عند سالب واحد وعند سالب اتنين، ده اسمه سيستم تايب زيرو. لو هو كده الجي اوف اس ما عنديش ولا زيرو، لكن عندي بولز منهم عند واحد عند سالب واحد، واحد عند سالب اتنين، واحد عند الصفر، هنا في جذر صفري وحيد، يبقى هنا السيستم تايب بكام؟ It means إنه السيستم تايب ده هو number of poles at zero. Number of poles at zero، عدد الجذور الصفرية لمقام الأوبن لوب. وسنس إنه إحنا اشترطنا إنه في الإثبات اللي أنا هثبته دلوقتي ده إنه الـ H بتساوي واحد، يبقى ده عدد الجذور للـ G شخصية، للـ G of S. تمام، إحنا الحقيقة الجدول ده ممكن نثبته، لكن إحنا يعني مش ضروري نثبته، وممكن انت تبص فيه او انا انزل لك الجزء الخاص بالاثبات بتاعه، يعني تبص فيه، يعني اثباته هيبقى قريب من اللي انا عملته في اول المحاضره بالنسبه للسيستم اللي هو كان من الدرجه الثالثه. هنعمل جدول، الجدول ده بناؤه هيتوقف على حاجتين مهمين. اول حاجه النظام عندك شكله عامل ازاي، تاني حاجة الانبوت عامل ازاي، وبالتالي نقدر نحسب الايرور. فقيمة الايرور هنكتبها هنا جوه الجدول ده، لكن هنا السيستم تايب، سيستم تايب زيرو، ده يبقى ده كده النظام، ده السيستم، سيستم تايب زيرو، سيستم تايب واحد، سيستم تايب اتنين، وهنا هنمشي مع الانبوتس. هنا لو انا مدخل يونت ستيب وده الديفولت بتاعي، لو الراجل ما اتكلمش يبقى انا مدخل ستيب انبوت، وهنا رامب انبوت، وهنا بارابوليك انبوت. يعني هنا ار اوف تي بواحد، هنا ار اوف تي بتي، هنا R of T بنص T سكوير، بنص T سكوير، هنا R of S بواحد على S، R of S بواحد على S سكوير، R of S بواحد على S كيوب. إذا ده حصل هبص تلاقي لما نيجي نحسب هبص تلاقي الايرور هنا بزيرو، زيرو زيرو، وهنا انفينيتي انفينيتي انفينيتي، وفي قيم بس في الدياجونال. تمام؟ It means what؟ It means إنه لو أنت عندك سيستم تايب زيرو ومدخل عليه رامب انبوت هتلاقي الايرور بانفينيتي، ايرور بانفينيتي يعني عصب سيستم، يعني خلاص يعني مش ايرور بانفينيتي حاجه كبيره جدا، ده الايرور. طيب القيم اللي في الدياجونال دي هنا هيبقى واحد زائد كي بي، وكي بي ده هنعرفه بان هو البوزيشن ايرور كونستانت، وقيمته بتساوي ليميت اس لما تقول الزيرو جي اتش اوف اس، اتش بواحد. يعني انت هتمسك الجي دي تحط فيها اس بكام؟ بزيرو. القيمه اللي هتتبقى لك اللي هي قيم زد واحد زد اتنين في بي واحد بي اتنين
لما ضربهم في بعض يبقى هو ده قيمه مين؟ كي بي، واحنا هنسميه البوزيشن ايرور كونستانت. فلو انت عندك سيستم تايب 0 ما عندكش ولا جذر صفر في المقام ومدخل على السيستم يونت ستيب، فور شور اكيد ضروري لازم هيكون في ايرور، لازم هيكون في ايرور. لكن لو السيستم تايب 1 هنا عندي اس في المقام ومدخل عليه يونت ستيب، الايرور بكام؟ بزيرو. وهنا برضو الايرور بكام؟ بزيرو. طيب لو هو سيستم تايب 0 وانت مدخل عليه واحد على السكوير تلعب انفيتي، لو انت سيستم تايب 1 ومدخل عليه يونت رامب هيبقى فيه ايرور مقداره بواحد على كي في، وهنا هيبقى فيه مقداره واحد على كي اي. الكي في هو يعني كي بي ليميت جي اتش اوف اس لما اس تساوي 0. الكي في بضرب في اس، فبضرب في اس يعني فضلت. فلو انا كنت سميت الكي بي بوزيشن ايرور كونستانت وجيت فضلته، فاكيد هسمي الكي في فيلوسيتي ايرور كونستانت، عشان كده ادينا له السبسكريبت في دوت. طيب الكي اي هفضل كمان مره، فاضل كمان مره، فلما تفضل الفيلوسيتي يبقى اسمه اكسلريشن ايرور كونستانت. تبقى هي دي القوانين بتاعه الكي بي والكي في والكي اي. طيب لو كان السيستم تايب واحد يبقى هيبقى فيه جذر صفر في المقام بهذا الشكل، جذر صفر وحيد بصرف النظر بقى اللي جنبيه ده في بول واحد ولا في 10 بول مش مشكلة، المهم ان فيه جذر صفر وحيد. لو ان باتنين هيبقى فيه جذرين صفريين فوق بعض، ما فيش مشكلة. عند اس فيه جذرين، واحد عند اس بزيرو وكمان واحد عند اس بزيرو، جذرين صفريين، ويبقى ده سيستم تايب اتنين، وابقى انا ماشي في الصف التالت. نجرب مسألة كده ونشوف، هناخد المسألة اللي احنا اشتغلنا عليها. ده ستيب انبوت، ده يونيتي فيدباك، يبقى على طول اطبق الجدول. الجدول عشان تطبقه لازم يكون يونيتي فيدباك. طب وستيب انبوت يبقى انت في الصف في العمود الاولاني، وبص على المقام هنا في جذور صفرية؟ لا مفيش جذور صفرية. ليه كده مفيش؟ في تلات جذور، دي معادلة من الدرجة التالتة، يعني في تلات جذور بس مش عند الزفر، مش عند الصفر. ماشي، لو قدرت تاخد اس عامل مشترك، يعني لو الواحد مش موجود وانت قدرت تاخد الاس عامل مشترك، يبقى في جذر عند الصفر. لكن في الحاله اللي انا فيها دي طالما في حد مطلق مفيش جذر عند الصفر، فابقى انا في سيستم تايب كام؟ سيستم تايب 0 ومدخل يونت ستيب، يبقى الايرور هيبقى في الجزء ده اللي في الجدول، الجزء ده اللي هو لو انا جيت شفت هيبقى 1 زائد كي بي. يبقى الاي اس اس بيساوي 1 على 1 زائد كي بي. اروح احسب ليميت اس لما تقول الزيرو جي اتش اوف اس، ادي جي اهي انا اتش بواحد، حط فيها الاس بزفر، يبقى ده يمشي ده يمشي ده يمشي، يبقى لك بي كي على واحد اللي هو بكي. يبقى الاي اس اس بيساوي كام؟ واحد على واحد زائد كي، دي نفس النتيجه اللي انا اتحصلت عليها لما استخدمت الفاينل فاليو ثيرم ومشيت من حسب القانون العام. وبالتالي لما تاخد كي بيساوي واحد يبقى الاي اس اس بيساوي كام؟ واحد على واحد زائد واحد، يبقى الاي اس اس بكام؟ بنص. الكلام ده يا شباب انا بعد ما اعرف الكلام ده اقدر اجيبه بمجرد النظر، اقدر ابص على السيستم كده بسرعه احسب في دماغي واقول له انه الايرور هنا عند كي بواحد الايرور بكام؟ الايرور بزيرو. يعني طبعا الكتاب أجاتا بالذات في مسائل كتير كلها نيوميريكال وكل حاجة فيش مشكلة، لكن احنا عاوزين نجرب على حاجة براكتيكال. فأنا هديك المسألة ديت، المسألة دي مسألة مهمة، و عايزك تجرب فيها وتشوف ايه المطلوب بالظبط. هو بيقول لي a tank level is shown in figure 1. It is required to control the tank level C according to the reference R. فين الريفرنس R؟ R دي حركة الدراع بتاع البوتنشيومتر. Even though the outlet flow rate Q1 دوت is valid. يعني هو بيتحكم في C، ها؟ على الرغم من وجود exit flow، يعني هيخرج من هنا exit flow، فطبعا هو عايز يتحكم في C عايز يثبته بحيث ان C يساوي
القيمة اللي هيديها له هنا عند R، فطبعا أكيد هيزود Q2. لو أنت سحبت من هنا Q1 يبقى لازم يزود Q2 عشان يتن محافظ على الهيد دوت. If the level is not correct، correct بالنسبة لإيه يعني؟ مش not correct يعني إنه قيمة C لا تساوي القيمة desired، يعني في some error يعني. If the level is not correct, an error voltage E is developed. ادي الفولتج E، هو هنا حط العوامة على نفس البطارية بتاعة الريفرنس، وبالتالي انت لما هتحرك R هنا هيديك فولت بالزائد، وبعدين جه هنا حط العوامة على البطارية فبرضو هيديك فولت، بس لما تيجي توصله مع الاوب امب ده هيبقى هنا في فرق فولت، الفولت اللي هو جاي من عند R في R، والفولت اللي هو جاي من عند C. خلاص، يبقى انا عندي هدي طبعا هعمل كاليبريشن، فهشوف R عايزه انت كام سنتي مثلا فيخلق لي كذا فولت. تمام، وهنا برضو هقيس السي وحوله برضو الفولت. تمام كده، اوكي. فرق الفولت اللي هو الايرور هيدخل على الاوب امب دوت يكبره ويطلع لي هنا فولت في، انا شايف ان هو هيحرك الموتور. طيب an error voltage E is developed, amplified and applied to a DC servo motor. طبعا servo motor عشان يبقى هو هنا بيفتح بزاوية. تمام، the motor turn adjusts the inlet valve theta V. هيغير طبعا الموتور ده هيحرك بنيون صغير، يحرك ترس تاني اكبر عشان يوصل لثيتا في، through appropriate reduction gearing in and thereby restore balance by adjusting the inlet flow. هيزود وينقص في قيمة الفلو Q2 اللي تحافظ له على او ترجع له سي تاني دي ال desired value اللي هو عاوزه. The inlet valve supplies a flow rate of 0.01 لكل راد. يا ربي، يعني كل ما تحرك ثيتا في دي واحد راد كل ما تطلع 0.01 متر تكعيب بير سكند فوليومتريك فلو ريت. Taking the inertia of the inlet valve and its viscous friction into consideration, the transfer function of the servo motor will be، ده ريحني خالص، ده بيقول لي ان العلاقه بين ثيتا موتور وبين الابلايد فولتج بتساوي هذا الكلام. الكلام ده احنا الحقيقه حتى لو ما كانش الدهوني كنت ممكن اثبته، بس بشرط ان هو يديني الجي والاي والدامبنج دي والستيفنس كي، لكن هو اداني المعادله جاهزه، فميرسي جدا شكرا ان هو خلص لي الموضوع ده. Other constants of the system are as follows. Sensitivity error constants بتاعة البوتنشيومترز ده 2 فولت كل سنتي، كل ما تحرك بسنتي فوق سنتي تحت يديك 2 فولت. كويس، وطبعا ده يساوي ده، فده كمان حاجة جميلة عشان تخليني أعرف أعمل unity feedback. The area of the tank ب 8.10 متر. Resistance of the exit valve ربع سنتي سكند لكل متر سكوير. الجير ريدكشن ب 100 اللي هي بتاعة الفالفز اللي هنا. Draw the block diagram of the system. طبعا ده أول خطوة لازم أعمل، تعمل موديل للمكونات بتاعة السيستم. هو هنا مديني الموديل بتاع الموتور بس، لكن التانك عايز تعمل له موديل، بقية الثوابت بقية الحاجات لازم نشوفها تعمل ازاي. تمام كده، draw the block diagram of the system and determine the amplifier gain KA. شوف لي KA ده بكام for the steady state error of 1 سنتي with an input displacement of 1 متر. لو انا طلبت R بواحد متر هات لي قيمة KA اللي تخلي الايرور لا يزيد عن 1 سنتي فقط، 1 سنتي فقط. فالسؤال هنا سؤال في شقين، موديلينج بعد ما تعمل موديلينج تشوف السيستم تايب بتاع السيستم ده بكام، وبعدين تطبق قانون الايرور. انت هنا الايرور جيفن
بس بيقول لك find ال KA such that ان الايرو دوت لا يزيد عن 1 سنتي، وانت طالب 1 متر يعني تقريبا 1 من 100، يبقى تقريبا 1 من 100. انا هسيبك تفكر في المساله دي وتعمل الموديلنج بتاعها وتعيش معاها شويه، وبعد كده هنشوف هنحلها مع بعض بحيث انه يكون حصل العصف الذهني. عند هذه النقطة أنا هنقف هنا بالنسبة للسيدي ستيت ايرور. هننزل برضو مجموعة من المسائل اللي فيها تقدر تتدرب فيها على الحساب بتاع السيدي ستيت ايرور بالشكل اللي احنا قلناه، وإن شاء الله من الحصة اللي جاية نبتدي ندخل في الجزء الخاص بالفريكوانسي أناليسيز والروت لوكس. واتمنى ان انتوا يعني تشوفوا المحاضرات تاني، احنا دلوقتي الموضوع عندنا مترتب جدا، اي حد لسه ما ذاكرش لغايه دلوقتي يستطيع ان هو يشوف المحاضرات بالترتيب اللي موجود في جوجل كلاس روم، فما فيش مشكله بالنسبه لنا. اللي عاوز يسال سؤال يسال، بحيث ان كل الزملاء تشوف سؤاله لغاية لما نشوف او نقدر نعمل ديسكشنز مع بعضنا ان شاء الله. شكرا والى اللقاء وبالتوفيق.